في مثل هذا الوقت من كل عام ومع اقتراب موسم الشتاء يبدل السائقون إطارات سياراتهم، لكن أسعارها اليوم تضاعفت بنسبة كبيرة وفاقت قدرتهم على شرائها، الأمر الذي يدفعهم غالبا إلى التغاضي عن تغييرها أو استهلاكها لأطول مدة ممكنة. قبل كانت مثلا دولاب، أقل دولاب لسيارة صغيرة عائلية عم تحكي كان حقه تقريبا 75,000 ليرة، يعني $50. اليوم عم تحكي لما تقول $50 أو $60، لأنه طلع كمان ارتفاع من برا، اليوم صار حقه عم تحكي يعني 6 مليون دولاب الواحد، يعني ولما نضرب بأربعة عم نحكي ب24 مليون ليرة طقم دوليب لسيارة معينة. بقى بتوصل أوقات طبعا السيارات اللي فخمة والعالي كتير توصل لحدود $2,000، يعني عم نحكي بحدود 200 مليون ليرة. هذا الواقع دفع العديد من المواطنين إلى اللجوء للإطارات المستعملة أو حتى ترقيعها وإصلاحها بأقل التكاليف الممكنة، ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم وعلى السلامة المرورية. 60% من حوادث السير بتصير هو سببها الدولاب. الزبون يلي بياخد البراندات الغالية اللي كان كل سنتين أو ثلاثة يغير دوليبه أو كل سنة صار عم بيطول ليجي يغيره. الزباين عم تروح على الدولاب الرخيص لأنه ما عنده قدرة شرائية انه تشتري الدولاب الغالي. يعني في ناس عم تيجي ترقع، اذا بيترقع بتساوى عم يقدر يساوي، واذا ما بيسوى في ناس عم تتجه للمستعمل وفي ناس عم تتجه للدولاب الجديد. بس الماركات العالمية اللي كانت موجودة بالاول خف بيعها الا للطبقة اللي قادرة تاخذها. انا ما بنصح حدا يشتري مستعمل لانه الدولاب المستعمل اوريدي صار مستعمل، الدولاب استهلك، ممكن هذا الدولاب يسكجك. بس انت مركب دولاب امن على سيارتك؟ لا، غير امن. كم زمان يجي الواحد اذا نفذ دولاب يقول غركب 4 دولاب جديد، اليوم ما عم يقدر يلتجئ لهالشغلات هذه، يوم ما عم يلتجئوا انه يقدروا يمشوا حالهم. بس ارقام استيراد الاطارات في السنتين الاخيرتين مقارنه مع سنوات ما قبل الازمه تؤكد ان الاستهلاك انخفض بمعدل 50%. الاطار لازم يتغير كل 3 لـ4 سنين حد اقصى، العالم صارت عم تاجله 5-6 سنين. وهذا الشيء بيكون عنا شكل إطار بعد 3-4 سنين، بس ما عنا الفعالية الإطار اللي لازم تكون على الطريق. مشان هيك طبعا تجارة الإطارات أو استيراد الإطارات عم بينزل، وصل لأقل من النص، يعني أقل من 50% عن السابق كعدد، وهذا الشيء كتير خطر وكتير بيأثر على السلام العامة. الكثير من اللبنانيين لا يتحسبون لذلك الخطر الداهم، فالتعكيز على الدواليب لوقت طويل كالقنبلة الموقوتة ستنفجر حكما في أي لحظة. عسى أن يكون تقريرنا هذا بمثابة جرس إنذار توعوي تحسبا لوقوع الكارثة.